حلقة جديدة وموعد جديد انطلق معكم على مريم تي في يوم الاثنين 23 آب 2021 بدنا نتمنى بداية أسبوع سعيدة وسلسة على الطرقات لكل المشاهدين صباح الخير جورج صباح النور تمارا أنا مثلك هيك بدي أقول لكل المشاهدين بلبنان وبالعالم مع مريم تي في إن شاء الله بداية أسبوع مباركة هيك مليانة بي أو مفعمة بالأمل اذا بعد ما بيضحكوا علينا اذا تمنينا الامل لحدا <applause> بس انا عندي هيك ثقه كثير قويه بالرب يسوع انه اذا ما انحلت الامور اقله بيعطيني سلام داخلي هنقدر نكفي تنقدر تنقت... تقدري تصبري لانه الصبر ما هين بهيك ظروف يعني الواحد بيصبر مثلا بيكون عنده بصيص ضو هيك عم بيشوفه بالافق بيصبر بيقول بدي اوصل لهون في رجع بس لما بتشوفي كل شيء مسكر ومعتم ومظلم وما في ولا بصيص امل وبعد المناكفات ذاتها مع اهل السياسه والحكم بتصير هيك القهر يعبي قلبك يعبي قلبك بتحسي حالك رح تنبجي ونقطع نفسك كانك عم تغرقي تحت المي مش قادره تكملي صحيح يعني والدليل انه هذا اللي صار فينا الصبح يعني الواحد اليوم الصبح يسيارته. بتقومي بدك تروحي على شغلك طرقات كلها مسكره عجقت من ورا محطات البنزين كل اللي قالوه خبر الاقتصاد انه شايل الدعم تدريجيا او فرد مره عن عن المشتقات النفطيه مش هو الحل الحل بدو يجي باكج كاملة على كل شيء وهذا بالفعل اللي صار ما انحلت قصه البنزين رغم انه صارت 130 الف بس العالم وقاعده فوق بعضها صفين صفين على الترمبات لا اميال لورا بتشوف الصف وهذا اللي ما خلينا نوصل بكير على شغلنا ولا حتى الضيوف عم بتلفنوا بالدور يسالوا كيف بدهم يوصلوا من اي طريق وبالنهايه البعض منهم اعتذر صحيح ينا عم نشتغل بظروف استثنائيه قاهره جدا لبناني بطل بهيدي الشغله عن جد بطل بس ما بقى لنفس نفس قول صمود وما صمود هالعبارات اللي ما عجينا من وراها غير قهر وهيدا الصمود على فكره و... اللي بيحقنوكي ابر انه انتم الشعب البطل الصامد ما بعرف شو عم بيخلي الناس هيك هامدة ما تعمل ولا تحرك لأنه حقيقة أحبطت ويأست من تحركاتها دائما بيطلع لحدا بالمقابل بيخونها وقابضة من السفرات وما بعرف شو يعني شو بعد في وضع أسوأ من هيك إنه تموتي من الجوع ما تقدري تدفعي فواتيرك ولا تدفعي مصاريف معيشتك وتتهم بهيك اتهامات وتخوينات صحيح يعني, يعني جربت الناس أن تنتفض وتنزل على الشارع باكبر انتفاضه صارت ب 2019 17 تشرين -20. بس للاسف راح منها شهداء وما جابت هالقد نتائج فعاله للاسف وهذا هيك جورج رغم انه تسعيره البنزين نوعا ما حددوها او حتى صار لها مسار محدد بعد في محطات مسكره وفي شيء كمان احنا لازم نلفت نظر عليه او حتى يمكن المشاهدين اكيد عارفينه بديهيا هو الغلاء المعيشي اللي ناطرنا من وراء ارتفاع الاسعار عرفوا عرفوا بالويك اند حديث الموسم يعني اللي اللي قدر يظهر من بيته معه شويه بنزين يعني او اللي ببيته او على الواتس اب بيت كله عم بيحكوا مع بعضهم العائله عم تحكي مع بعضها نفس الحديث كله عم بيقول شو انعكاس ازدياد المشتقات النفطيه او شيء انيت الغاز ألف يا جماعة كانت ب 15 و 20 نقول اف كيف بدنا ندفع يعني بعدك عم تخبريني صديقتك بدها تطلع من بيروت على عين زحلتا بدها تدفع 600 ألف للتاكسي أكيد يعني هيدي أرقام خيالية جدا. ما بقى في واحد يتحرك من بيته بيجي بيقولوا لي كتاب ال 600 ألف شي 30 أو 35 دولار يا مين عم يقبض بالدولار؟ ما نحن كنا نقبض بالدولار وكونترايات الموظفين بالدولار قرشوا ياها على على 1005 بينما بالبنك بيعطوك مصرياتك على 900 وهلا في امل انه يزيدوها شوي على البنزين 8000 على السوق السوداء 20000 طيب على اي واحد يعني ما معيشه الموظف بمثل السوق السوداء يا اخي ألف 20000 للموظف على على الدولار لحتى يقدر يعيش صحيح اقله بيقولوا لك ما في دولار ما في مصاري بينكسر البنك المركزي مصرف لبنان طيب, طيب شو دخل الموظف؟ ما حدا اكلها على فكره غير الموظف صحيح ما حدا اكلها حتى غير المواطن الضعيف بهيك 100% يعني التاجر غلى، المهن الحره غلت على حسب سعر الصرف، الميكانيسيان غلى، النجار، الالمنيوم، تصليح البراد، الغساله، التلفزيون، كله غلى، كل حدا عنده مهنه بايده غلى على حسب سعر الصرف صحيح الا الموظف بيقولوا لك ما في، هلا القطاع العام باخر اجتماع عملته يعني فخامة الرئيس عملوا فخامة الرئيس مع بعض الوزراء المختصين قرروا انه الموظفين القطاع العام الرسمي يعطوا لمدة لشهر يعني هلا اقله زودة او مساعدة سموها مساعدة مالية بس شو طيب تكفي يا ترى طيب ما حدا بيعرف اصلا ما بتعمل لهم شيء ولا بتسدد لهم فواتيرهم، ما اقل بيت عم بيدفع هلا فاتوره اشتراك الكهرباء مليون ليره. مليون يعني, مليون يعني معاش مليون يعني معاش في ناس عم تقبض 750 ألف وناس مليون وناس مليون ومئتين يعني يعطيك العافية كيف بيعلم ولاده كيف بيدفع مصروف سياراته كيف بيأكل كيف بيدفع للإنترنت للكهرباء لا. ما بعرف ما بعرف في شيء مش طبيعي يعني في أعدام لشعب بكامله في قصص مخبية بقلب بيوت يعني إحنا كإعلام فينا نكون عم نسلط الضوء عليها في أشخاص للأسف بيناموا بلا عشاء او بلا غدا ممكن إحنا عندنا الحد الادنى من المعيشه او من الحقوق بالحياه بس في اشخاص فقدت هيدا الشيء لانه مثل ما قلت كانوا يعيشوا ب 500 وب 600 الف بالشهر ويضلوا ملحوقين كيف هلا ال 500 و 600 الف يعني الواحد بيوم واحد بيصرفه مش على قصص رفاهيه على قصص اساسيات بالحياه والله في ست قالت لي عم طعمي اولادي من عشيه ليناموا عروسه ماي وسكر ما يسكر تصور يعني ما عندها شيء تطعمي وياك ما فيكي تشتري لبنه وجبنه ومشتقات ومرتدات ما فيكي لان حق علبه اللبنه 40000 كيف يعني ما بتخلص بعروستين خاصة للأشخاص اللي عندهم عائلة بس يعني جورج مثل ما قلت بالبداية نحن يعني رح نضل ندعي للأمل لأنه رغم كل شيء رغم كل المصايب اللي عم نعيشها رغم كل هال الصورة السوداء اللي نحن هلا فيها اكيد واصلين لضو بنهاية النفق لابد من الليل انه اللي ينجلي ويرجع ينبثق نور لحتى نقدر نكمل يعني مسيرة حياتنا هذا قدر اللبناني اكثر من 40 سنة عايش بالمزلة والحروب وال... والانقسامات هو مصيبتنا بالشعب صح. لو الشعب كل كلمة خلصنا من زمان بس الانقسامات والتبعيه هي كانت مشكله كبيره مزبوط. يعني نحن بدنا نعتبر خلينا نعتبر كناس مؤمنين انه هيدي ازمه بدها تصهرنا مثل الذهب الذهب بشلوح جار وبيحطوه بدرجه نار حراره كتير آه. قويه ليسكبوا منه قوالب تعمل مجوهرات فائقه الجمال خلي روحنا من وراء هالشده تنصهر بالتوبه بالاعتراف بالصلوات لحتى نتنقى ونصير شعب نقي حقيقه للرب يحط ايده معنا ويساعدنا صحيح. اذا الشعب تارك الله يعني ما في قناه توصلنا فيه يعني ما في قناه بركه ما في قناه سلام ما في قناه سلام ما في قناه, قناة محبه اهم شيء لانه كيان الله هو محبه احنا. وعلى هالسيره لنشوف معك قصه قديس اليوم اكيد انا وياك جورج عملنا كريكاب سريعه على هالاجواء اللي عم صحيح ونحن كمان انا بدي اضيف بتمنى على الجهات المسؤوله عن يعني هالاوضاع اللي عم نعيشها كمان شوفها عم تتحاسب لانه حتى لو بجزء معين او طريقه معينه بتحس الشعب كمان بينال بينال حقه رغم كل هالعذاب اللي عم مية نعيشه 100% يعني الله يعين العالم على غلى البنزين هلا كيف بيروحوا على شغلهم يعني الباص الباص من طرابلس على بيروت 40000 عم بيقولوا لي واذا بده ينزل من جبل على طرابلس لياخذ باص بيروت بده يدفع 20 زياده يعني 60 الف الصبح و60 الف الرجعه يعني صحيح. اي شغل بعد قالوا لزوم العالم رح تقعد ببيتها أزمة بنزين كمان وبكر ولد وبكره الاوتوكارات رح يغلوا اللي بيجيبلك لك خبز على على المحلات رح يغلي اللي بيجيب لك الخضره على محلات الخضره رح يغلي لانه كل وسائل نقل غلية مشتقات <applause> رح نشوف اذا في مدرسه تنشي. كمان في صراع في بالمناسبه وزير التربيه كل هلا كمان عم بيعترض على قراره وعم بيقول بدنا نفتح المدرسه بايلول وهذا من رابع المستحيلات خلي بالاول يشوفوا الاوتوكارات قديش بدها تاخذ ليقدروا لي وبعدين الاقساط الزودات اني anyway, واي خلينا عم نحكي بقديس <applause> اليوم لحتى ناخذ نفس امل <applause> صحيح جورج مشاهدينا رح توقف نحن وياكم مع فقره قديس اليوم جورج قديستنا اليوم من لبنان بتحتفل الكنيسه اليوم الاثنين 23 اب 2021 بالقديسه كريستينا اللي هي من مدينه سور اللبنانيه ولدت باواخر القرن الثالث من عيلة وثنيه وكان بي حاكم المدينه شديد التعصب لوثنيته وكان يضطهد المسيحيين فلما رأت لما شافت القديسه كريستينا بنته قديش عم يتحمل المسيحيين من عذابات وبقوا متمسكين وثابتين بايمان بايمانهم تاثرت جدا بهيدي النعمه الالهيه اللي عندهم فنبذت عباده الاصنام وامنت بالمسيح وشغفت بمحبته وتعليمه واعتمدت هيدا الايمان خفيه عن بيا وكمان كان بيا كثير بخاف عليها من مخالطه الناس فحتى بحصن عالي ووفر لها كل اسباب الراحه وكمان حط لها اصنام من فضه وذهب لا فحطمت هول الاصنام حبا للمسيح غضب منها بيا وكمان وبخها واجابت بكل بساطه انه الاصنام ليست بآلهه بي... ولا فائده منها فكمان تهددت بالموت وتعذبت يعني جورج القديسه كريستينا عندها تاريخ من ال... الالام من وال... الالام جدا ضربوها ومزقوا جسمها هذا الشيء بيشجعنا لنتحمل صحيح. من اجل المسيح صحيح يعني هذا الشيء اللي كنا عم نقوله وعلقوها اخر شيء على خشبه ورموها بالسهام نلت اكليل الشهاده سنه 300 للمسيح هذا ف... لبنان بلد القديسين بس هلا للاسف شبابنا عم يتركوا القداسه مسيره القداسه عم يتركوا الله ويلحقوا ملذاتهم وشهواتهم وما ببالهم غير بانه يرضوا نزواتهم لهيك نحن تركنا الله وبالنهايه بركه الله رح تنقطع عنا فبنتامل من شباب اليوم يرجعوا بهالضيق يلتفتوا لمرجعيتهم يلتفتوا لسندهم لحتى من بعد توبة شاملة وهذا اللي صار على فكرة لما الرب بعت النبي يونان وقال له لا ينزل على العراق وينبه الشعب انه هالقد صارت خطايا كبيرة يعني رح يصير في عليهم ضيق وشدة كبيرة من الحاكم لكل يعني أصغر حدا بالشعب كلن صاموا وزاروا الرماد كان بس يكبوا رماد على حالهم معناتها توبة تابوا والبلد انعفى من أي, من أي شر محنة. ممكن يسيبوا أو محنة فكمان لبنان ما راح يخلص الا بهالطريقه صحيح ونحنا بحاجه كمان للعوده للرب وللرجاء وللامل لنحس بالسلام الداخلي هذا الشيء بينقصنا كثير بهي الفتره جورج لانه مثل ما بتعرف كنا معودين على نمط حياه معين ونقلب حسينا نعم. حالنا عم نناضل لنعيش بنمط نعم. جديد نعم. أنتم جيلكم بس نحن جيلنا اللي عاش يعني اصعب اصعب مساوئ الحرب شفنا الاجرام بعيوننا قدام عينينا يعني كنا مرئين بهيدي الظروف هل كانت اصعب من هلا او كل مرحله كانت اصعب بال... بالاجرام الحربي يعني ال... القتل والجثث اللي بتشوفيهم قدامك والانفجارات بتشوفي الناس متناثره اشلاء قدامك والازيف اللي بتنزل عليك ليل نهار والستريس وال... والخوف والفوبيا من اصوات المدافع هلا في من نوع ثاني يعني قهر تجويعي اذا بدك هلا يعني من بعد قديس اليوم رح ننتقل إحنا وياكم المشاهدين لحالة الطقس طقس <متصفيق> <تقص> يوم الاثنين 23 اب 2021 طقس <تقص> مشمس الى غائم جزئيا مع حراره عم بتسجل 31 درجه وريح جنوبيه غربيه عم تبلغ سرعتها 11 كيلومتر بالساعه وكمان جورج بتحس هيدا السنه غريبه عجيبه على كل صيفيه جدا غريبه العالم. بكل العالم صح؟ يعني مناطق مناطق باوروبا او بالمكسيك او المكسيك عانت من اعصار غريز اعصار يعني وتوفانات صحيح آه اذا فينا نشوف الفيديو بريطانيا امبارح طايفه الدنيا فيها مع انه عز الصيفيه يعني عم تحكي عن اب آه اوروبا شتت فيها وطافت بلجيكا وحطينا يعني تابعنا دائما تركيا كمان آه كان فيها تركيا شمال تركيا توفانات روح قتله وهدم بيوت وراحت سيارات فصيفية غريبة بالمقاس زلزال هايتي يعني عن جد عالمية نعم, نعم. آه من بعد حالة الطقس رح نروح أنا وياك جورج والمشاهدين مع باقة منوعة من الأخبار بفقرة المتفرقات بداية مع فقرة المتفرقات رح نشوف نحن وياكم مشاهدين فيديو عن الصحافة الاستقصائي نوري كينو السويدي مؤسس ADFA ورئيسة بالعالم عم يهتم بحقوق الإنسان والأقليات المسيحية المشرقية وشؤون المهجرين ومتابعة ملفاتهم والاهتمام وبتقدم منظمته مساعدات غذائية شهرية وأدوية واستشفاء ودفع أجارات للأشخاص اللي بحاجة دون التمييز بين كنيسة أو طائفة نعمل لأجل الإنسان هذا هو شعارهم وحصلت المنظمة على المرتبة الثانية عالميا لعملها المستمر ورفع الصوت عاليا لإنقاذ الإنسان كما حصلت على المرتبة الأولى الصحافة حصل على المرتبة الأولى كصحفي عام 2014 آه بالعالم آه انا بوجه بحشف... له لاستاذ لا نوري تحيه كبيره حقيقه لانه من السويد آه قدر يجمع هالقد طاقه ناس محبين لحتى يحطوا ايدهم بايده ويبعت على لبنان وكل العالم العربي حوالينا مطرح ما في مقاسي وحروب يقدر يبعث لهم مساعدات ليقدروا يستمروا حتى بلبنان انا تبعته تبعت هيك اعماله مع استاذ جبران قال لي اللي هو عم بيساعدوا يعني هو ايده اليمين بلبنان آه. ليوزعوا معونات ومساعدات ويدفعوا لمستشفيات ويأمنوا ادويه لعالم وحتى مؤخرا كانوا عم بيساعدوا مركز للايتام صحيح فالف تحيه لك استاذ نوري ولاستاذ جبران طبعا كمان و... ولكل شخص من برات لبنان عم بيجمع هالقد طاقات ومساعدات ليبعتها لللبنانيين بهالازمه الصعبه. خلينا جورج نشوف الحمله اللي قام فيها استاذ نوري مؤخرا بهذا الفيديو. We started as a campaign on social media to raise awareness of the, the genocide against Christians, Yazidis and other non-Muslim groups by ISIS, by Daesh. With time uh, there was lack of advocacy, advocacy groups. so we became, or rather we were forced to become, a human rights advocacy group, and we made good. we have been uh, quoted in, in many international medias, uh, such as the new york times, newsweek, half uh, post, and etc. Uh, with time also, we realized that those that fled, the refugees that are in the neighboring countries, like lebanon jordan and turkey were left, left uh, abandoned by, by the uh, international community so what we did was to raise funds to ask people especially in sweden but also in other places like us to, to help us to buy food food and, and hygiene articles and we also help those that need with, with uh, expenses at hospital, like hospital costs for surgeries. And recently, we had our own side event or uh, press conference at the International Religious Freedom Summit, which is a big international conference. And we are very pleased with the outcome. Thanks to the conference and the testimonies at the conference like george Soulage, for example, from lebanon, and archbishop uh, jean kavak, who uh, is the archbishop of, of uh, eastern uh, u.s., and, and susan cora, uh, which is a canadian journalist, uh, and our own executive director in, in washington, d.c. We, we managed to reach both media, the press, but also the policymakers, like uh, the USCIRF, which is a commissioner, uh, which, which advises the policymakers of, of the US government, of USAID, and of the UN, recently came to visit us here in Lebanon, and we are very pleased with that, we are very grateful for that recognition, and mainly now we are also or not mainly but we are now also changing to become a voice one of them we we are trying to become one of يعني يا استاذ نوري عم بيقول بهذه الحمله انه بلشوا كحمله على وسائل التواصل الاجتماعي للتوعيه بالاباده الجماعيه ضد المسيحيين اليزيديين والجماعات غير المسلمه من قبل داعش ومع مرور الوقت كان في للاسف نقص بالمجموعات المناصره فكانوا مجبرين انه يكونوا عم بيكونوا هول المجموعات ليكونوا عم بيحافظوا على حقوق الانسان ونجحوا بذلك وكمان وصلوا قدروا انه يوصلوا للصحف العالميه مثل نيويورك تايمز وكمان من خلال عملهم الدؤوب قدروا يعرفوا انه اللاجئين بدور الجوار مثل لبنان والاردن وتركيا تركوا المجتمع الدولي فاللي عملوه انه جمعوا الاموال طلبوا جمع الاموال من الناس من ال السويد وساعدون بشراء الطعام وكل المستلزمات النظافه وعدا هيك كمان ساعدون بتكاليف المستشفى للعمليات الجراحيه ومؤخرا كان عندهم مؤتمر صحفي خاص فيهم بالقمه الدوليه للحريه الدينيه وكمان جاء بالعديد من النتائج قدروا من خلاله انه يوصلوا مش بس لوسائل الاعلام جورج بس كمان لصناع القرار ب أمريكا ومن خلال هذا الشيء اجاهم العديد من الدعم من وسائل الإعلام وكمان من السلطات الأمريكية وكمان مؤخرا كان عندهم زيارة للبنان وكان عم يعدد أستاذ نوري من هن الأشخاص اللي عم بيساعدوه بلبنان لحتى يكون عم ينفذ عمله الإنساني هذا لمساندة حقوق الإنسان نعم وأهم شيء أنه هالمؤتمر اللي, اللي انعقد و بأمريكا كرمال دوى على وضع المسيحيين في الشرق الاوسط صحيح. على المقاسي كلها اللي عم يتعرضوا لها وعم بتواجههم فشكر كبير لاستاذ نوري على كل هالمبادرات الانسانيه والعمل على حقوق الانسان اللي عم بتقوم فيهم آه جورج بخبرنا الثاني رح نرجع على الواقع اللي كنا عم نحكي فيه بالبدايه بحيث نشرت الدوليه للمعلومات تقرير بعنوان كلفه النقل 25 ل 50% من الراتب الشهري رغم ارتفاع الرسمي المحدود باسعار البنزين وال مزود فانه شح هذه المواد وفقدانها واللجوء للسوق السوداء او الانتظار الطويل امام محطات البنزين ادى لارتفاع كبير بكلفه النقل وحتى وسائل النقل العام جورج بحيث اصبحت كلفه النقل عم تستحوذ من راتب الموظف من 25 ل 50% تخيل يعني النص ورح نعطي بس كم امثله مثلا موظف ساكن بمدينه المينا بالشمال بيعمل بأحد المؤسسات التجارية بوسط بيروت راتبه الشهر 4 ملايين وكلفة الانتقال اليومية بواسطة الحافلات أصبحت 40 ألف روحة و40 ألف, ألف رجعة رجع. ولنجي كمان للمحيط هون منطقة بيروت عامل من سكان منطقة طريق جديدة كمان بيعمل بأحد المحلات بالحمرة راتبه الشهر مليون ليرة بيدفع يوميا 20 ألف آه كمان ذهبا وايابا وبيعمل لمده ست ايام بالاسبوع فبتوصل تكلفة النقل ل 480 ألف من ال بيضل من ريد بوشي يشتري فيه بسكوي أو علكة ما بيقدر ياكل شيء للأسف هذا هذا المضحك المبكي بلبنان يعني معاشك مليون أو مليون و500 بتحطيه على الطريق بتدفعي مليون على الطريق وهذا الطريق منه آمن ممكن يرجع الإنسان برصاصة طايشة من محطات البنزين الأشخاص اللي واقفين بالتوابير أو مشكل أو حيلا شيء 100% للأسف من الواقع كمان رح نحكي عن الواقع مثل ما قلت جورج بالبداية اللبناني دايماً بيخلق من رحم الأزمة طريقه ايجابيه ليكون عم يساند فيها خيو الانسان بالمجتمع مثل ما بتعرف الانسان عم يق... الناس عم يوقفوا بالتوابير امام محطات البنزين ليعبوا بالساعات ومؤخرا صرنا عم نشوف بدل الصف صفين وثلاثه صحيح هذا ف... اللي بيشكوا دغري قدام هيك بيبقوا اصحابهم لاصحاب التربه بخبرية حلوة للصحفية كتبتها الصحفية جيتا مارون كمان كان في أحد الصحفيات على محطات البنزين ناطرة شعرت بالعطش بس للأسف ما كانت عم تلاقي ولا أي محل قريب لتشتري منه مي وحتى بتعرف إذا بدها تترك سيارتها أو بدها تنزل هذا الشيء أمر صعب فاقتربت فجأة من سيارتها شاب اعطتها نينة مي مكتوبة عليها الرب معك فحست عم نشوف بالصوره انينه المي والرساله اللي مكتوبه عليها حست السيده بانه الله بعت لها المي بالوقت المناسب مم. وحدقت السيده بالايه المكتوبه على, على على, انينه, أنينة المي اللي عن عم تقول. يسوع صحيح. أنا هو نور العالم صحيح. من يتبعني فلا يمشي في الظلام مزبوط ف... كثير حلو هالمبادرات تكررت على فكره بكذا منطقه مظبوط صحيح وبجبال كمان ينزلوا نساء مع أولادهم ويضيفوا حلو في ناس ضيفت بقلاوه على فكره مع انه غالي كثير يعني. <applause> يعني بس كتر خيرهم يعني بس ليعطوا شويه امل ليلي ناطرين اربع ساعات تحت تحت الشمس الحارقه عم قد ما فيهم يخففوا على الناس يخففوا عن بعض عن... حلو كثير هالمبادرات الانسانيه هيك اللي كلها محبه يعني مزبوط يعني من بعد هالاخبار المتنوعه بفقره المتفرقات رح نروح انا وياك جورج والمشاهدين لا باي دكتور حنينه ابي نادر <applause> 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 كثار منكم بعضهم مترددين ما ياخذوا الفاكسين خاصة الاسترازينيكا. الاحصاءات فرجت انه نسبة او احتمال الاصابة بالجلطة مع الاسترازينيكا لا يتعدى صفر فاصلة صفر 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 أحداش أي 5 صفور 11 وأنه الإمكانية بالإصابة بحادث السير أعلى بكتير عم يعطل يعني الأعمار بين الخمسة 55 و وستين 65 وأكيد بفيد أكثر بكتير من ما بيدر طالما أنه إذا لقطنا الكوفيد نسبة الوفيات فيها تكون 2% وتعلى إلى 8% إذا عندنا السكري ما تترددوا تاخدوا الطعم الطعم أثبت أنه من على المستشفى أقل بكتير وإذا نصبنا بالفيروس بيكون أضعف وبشكل بسيط مثل حيالنا رشح تاني صحتكم بتهمنا ما تترددوا تاخذوا كل الأطعمة الموجودة وتتابعوا بفحص اسمه جي سبايك بعد جمعتين تتشوفوا إذا عطا مفعوله من بعد تاني جرعة كيف معكم تبس اليوم خليكن معنا لغير أيام مع غير تبس دكتور حنين أبي نادر طبعا مو نحن بدنا نشكر دكتور حنينة أبي نادر على التبس اللي عم بيقدم لنا إياه هون وبدنا نذكر على السريع جورج بالإجراءات الوقائية من كورونا لأنه النسب كتير عم ترتفع والعالم للأسف لأنه ترك العالم الإجراءات الوقائية صحيح فلبس الكمامة التباعد الاجتماعي غسل الإيدين وعدم الاستخفاف هيدا الشيء كتير مهم معلش ما تقربوا تبوسوا حدا معلش يعني بعد في ناس عم تهجم هيك حتى تبوسنا او تبوس اللي بتحبهم <تتصفيق> فخلينا بعدنا هلا باللبنان نقول مشالحه يعني هيك أه الله معكم كيفك خلصت خلينا هالفتره شوي نبعد عن التبويس أو سلام بالبوكس كمان بمشي الحال <applause> سلام البوكس رائع ايه آه جورج وصلنا لنهاية فقرتنا الصباحية إحنا رح نتوقف مع نساء رائدات ونبلش من بعدها باستقبال جوزيف في آية اليوم مع جوزيف حول كريستين نعم. <applause> لاغارد هي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي منذ 2011 ولدت لاغارد عام 1956 في باريس درست القانون وعملت كمحامية في فرع العاصمة الفرنسية لمكتب المحاماة بيكر أن ماكنزي عام 1999 تولت لاغارد إدارة المكتب الدولي بيكر أن ماكنزي في شيكاغو والتحقت عام 2005 بمجلس إدارة مجموعة آي أن جي البنكية الهولندية كما تولت منصب وزيره منتدبه للتجاره الخارجيه بين عامي 2005 و2007 ووزيره الزراعه والصيد البحري عام 2007 وكانت كريستين لاغارد وزيره الاقتصاد والصناعه والعمل بين عامي 2007 و2010 وقد صنفتها مجله فوربس ضمن لائحه النساء الاكثر تاثيرا في العالم اليوم الدولي لاحياء ذكرى الاتجار بالرقيق الاسود يصادف في 23 اب اغسطس من كل عام. يتمثل الهدف من احياء هذا اليوم الدولي في توثيق ماساه الاتجار بالرقيق في ذاكره الشعوب كافه. ووفقا للاهداف المرجوه من مشروع طريق الرقيق المشترك بين الثقافات فمن المفترض أن يوفر هذا اليوم الفرصة للنظر معا في الأسباب التاريخية لهذه المأساة وأساليبها وعواقبها وكذلك تحليل التفاعلات التي أثارتها بين أفريقيا وأوروبا والأمريكيتين ومنطقة البحر الكاريبي وفي هذا السياق تدعو المديرة العامة لليونسكو وزراء الثقافة في جميع الدول الأعضاء إلى تنظيم فعاليات سنوية في هذا التاريخ بمشاركة جميع سكان بلادهم ولا سيما الشباب والمربين والفنانين والمثقفين وجرى الاحتفال باليوم الدولي لأحياء ذكرى الإتجار بالرقيق الأسود وإلغائه لأول مرة في مجموعة من البلدان في مقدمة هايتي في 23 آب 1998 وفي جزيرة غوري في السنغال في 23 اب اغسطس 1999 <تصفيق> <تصفيق> يا ابني ان تملقك الخطاة فلا ترضى ان قالوا هلم هلم معنا لنكمن للدم لنختفي للبريء باطلا يا ابني لا تسلك في الطريق معهم امنع رجلك عن مسالكهم لان ارجلهم تجري الى الشر وتسرع الى سفك الدم لانه باطلا تنصب الشبكه في عيني كل ذي جناح